طور، إنما سيدنا علي يعني طريق كله جبال، يعني يرتفع وينخفض ويسلك شعبا وينزل في وادي ويرتقي إلى رأس جبل، مشي من مكة إلى المدينة. وصل المدينة وقد انتفخت رجلاه من الورم، هناك عند قباء سقط من الجهد، مش قادر يتحرك. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عليا قد جاء يا رسول الله. قال أين هو؟ قالوا هناك عند قباء. قال فليأتني. قالوا لا يستطيع، مش قادر يقف على رجليه. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، طار النبي إليه، يعني ذهب مسرعا، فلما رآه التزمه وبكى، ثم قال قم يا علي. سيدنا علي ده كأنه ابن النبي، هو اللي مربيه. قم يا علي. قال لا أستطيع. فتفل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل علي ومسح عليها وسمى وبارك ودعا، فقام ولم يشكو من رجله حتى مات. اللهم ارضى عن علي، وصلي وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. لكن شوفوا جسارة قلبه، شوفوا قوة قلبه، ينام مكان النبي والسيوف تحيط برأسه، ويهاجر ماشي لوحده في صحراء قاحلة، والصحراء كالبحر، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. سيدنا علي صاحب أول خصومة في الدم في الآخرة، أول دم سيفصل ربنا فيه في الآخرة خصومة بين علي رضي الله عنه وبين أعدائه، هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال المفسرون نزلت هذه الآية في المبارزة التي كانت قبيل غزوة بدر، وكانت بين الوليد بن عتبة وبين علي رضي الله عنه وبين حمزة وبين شيبة كذلك. سيدنا علي يا أخوانا، عارفين قتل كم واحد من الكفرة في غزوة بدر؟ هما الكفرة اللي قتلوا في غزوة بدر كام؟ 70، 70 قتيل و70 أسير. عارفين 70 من قتل الكفار في بدر سيدنا علي لوحده قتل منهم كم؟ 15. الله الله أكبر الله أكبر، لكنه قتل ربع الكفرة من القتلى في غزوة بدر وحدة، ده باستثناء من جرحه علي. ده إنسان ما شاء الله، اللهم ارضى عنه، بطل فعلا بطل. قتل الوليد بن عتبة والعاص بن سعيد وعامر بن عبد الله وطعيم بن عدي ونوفل بن خويلد وأبا قيس بن الفاكه والعاص بن منبه وعبد الله بن المنذر وحاجب بن السائب وغيرهم، قتل لوحده 15. وفي يوم الأحزاب قتل علي كبش الكتيبة، قتل الفارس العنيد عمرو بن عبد ود. انتوا عارفين ان الكفار حصروا المدينة بأعداد عظيمة جدا، سيدنا سلمان أشار على النبي بحفر الخندق، ففعل الصحابة وفعل معهم رسول الله، وحمل التراب على كتفه وغطى التراب جلد بطنه وربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وسلم. وبعدين في فارس عنيد جبار اسمه عمرو بن عبد ود، مشهور جدا، بطل من أبطال العرب. قال من للمبارزة؟ تخيلوا ولا واحد من الصحابة قال أنا إلا سيدنا علي ابن عبد ود، ده معروف ايده طرشة معروف. قال علي انا، اذا لي يا رسول الله ان ابارزه. وسيدنا علي عنده حاجة وعشرين سنة بقى في الوقت ده، 21 22 23، قالوا اسمح لي ابارزه. قال النبي لا، انه ابن عبد ود، حد غيرك. فانتفش ابن عبد ود، من للمبارزة؟ قال علي انا. قال النبي لا، إنه ابن عبد ود. ثالث مرة، من للمبارزة؟ قال علي أنا. قال النبي وجبت، خذ سيفي وقاتله به. ودارت المبارزة. قال ابن عبد ود من أنت؟ قال علي. قال ابن من؟ قال ابن أبي طالب. قال ارجع، فقد كان بيني وبين أبيك مودة.
أنا يا ابني مستخسرك في الأكل، ارجع ارجع. كرام والدك ارجع. قال علي: ولكني أريد أن أقتلك يا عدو الله. فاستشاط الجبار العنيد غضبا وعقر فرسه ودارت المبارزة. دارت المبارزة ونزل ابن عبدود بسيفه على رأس علي فحطم الخوذة يعني وجرحه، والنبي يدعو لعلي. اشتدت المبارزة، ثار الغبار، وبعد لحظات سكنت الحركات وهدأ الغبار، وكبر علي رضي الله عنه، طعنه بحربته طعنة نجلاء، كبر وكبر المسلمون. أما سيدنا علي وصل للمسلمين، قال له عمر: أين سلبه؟ الرجل ده سيفه بقى مطهم بالذهب والفضة وعنده وعد، وانت اللي انتصرت عليه وانت اللي قتلته، يعني تغنم سيفه وتغنم سلاحه وكذا. قال: لما أردت أن أضربه استقبلني بسوءته، فكرهت أن أسلب منه سلبه فأرى عورته. سيدنا علي حيي، ودي أخلاق المسلمين في الحرب، أخلاق المسلمين في الحرب صورة منها. وفي يوم خيبر حاصر المسلمون خيبر واستعصت عليهم، طال الحصار واستعصت عليهم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتف المسلمون من حوله يحيطون به إحاطة الهالة للقمر، ينجذبون إليه انجذاب برادة الحديد إلى قطعة المغناطيس، النبي كده كالقمر والصحابة حواليه. قال: لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال عمر: ما تمنيت الإمارة في حياتي إلا في هذه الليلة. الله، واحد اللي هياخد العلم الراية بكرة القيادة ربنا بيحبه، يعني من أهل الجنة، والنبي بيحبه، وهو بيحب ربنا وبيحب النبي، شهادة صدق على صدق إيمانه. وبعدين النبي قال: يفتح الله على يدي، ده كمان هينتصر بكرة. فكل الصحابة يتمنوا بقى اللي هياخد الراية بكرة هينتصر وهو من أهل الجنة. قال عمر: ما تمنيت الإمارة في حياتي إلا في هذه الليلة. تاني يوم الصبح كل الصحابة التفوا حول النبي، الأعناق مش رائبة، الأعين متطلعة، كله عايزها. وإذا بالنبي يقول: أين علي؟ صلى الله عليه وسلم ورضي عن علي، أين علي؟ قالوا: يا رسول الله، في عينه رمد مش شايف. قال: أتني به يا علي.